يقول واحد دخلت في مجلس لقيت واحد قاعد أعمى مشوه وجهه وعصاية قاعد كأنه يمشي بالعصاية وكل ده يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت لصاحبي اللي يمي على شنو يحمد الله؟ قال اسأله. جت يمي السلام عليكم. عليكم السلام. على ما تحمد ربك؟ انت منو؟ قال أنا كنت تاجر بصير عندي أموال زوجة ولد، فأردنا الهجرة من بلد إلى بلد آخر أفضل من بلدنا. أموالي خليتهم في صندوق، خليت على الجمل، ركبت مع زوجتي وابننا وطلعنا. بالطريق أصابنا سيل، اجى سيل، الجمل تعثر ووقع، المي أخذ الصندوق وأخذ زوجتي، زوجتي راحت، أموالي راحت، بقيت أنا وابني والجمل. أخذت ابني إذا أطلع الجمل شرد، جبت ابني خليته ذاك الضفة الأخرى من النهر من مكان السيل وركضت وراء الجمل إلى أن حصلته، لأنه إذا ما حصل أموت بالصحراء، وسيلة الوحيدة للنقل قضت عليها. إلى أن جبته من بعيد شفت ذئب دا ياكل ولدي، إلى أن وصلت إلى كان قاتله، فذهبت زوجتي وذهبت أموالي وبقيت أنا والجمل. بعد أن دفنت ولدي ركبت على الجمل جبته، لكن ما عندي شيء أعطيه بالطريق، أكل ما أكل، جوعان عطشان. يوم اللي وصلت إلى المدينة ضربني برجلة وشوه وجهي وطير عيوني. قلت له على شنو تحمد ربك بالله؟ قال أحمد الله أن ترك لي قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا. عندي قلب أذكره وعندي لسان أشكره.